ان هي ثابته على راسك بحيث ان هي تكون نفس البعد. بص نفس البعد دي اهم حاجه، يعني بحيث انك انت رفعت راسك كده هي هتلقط نفس البعد، نزلت هتلاقيها لقط نفس البعد، ودي اهم حاجه في النقطه دي كلها. فتعالى نشوف بقى اتعملت ازاي. فيديو جديد على قناة هاوزات، وأحد أصدقاء القناة سألني إزاي بصور الفيديوهات وبتكون إيديا الاثنين ظاهرة. فطبيعي بلا أدنى شك هيكون في حامل للتليفون أو للكاميرا اللي أنت هتصور بيها. أنا عن نفسي يعني خاصة فيديوهات النجاشة بعامل للحامل أنا بتاعي ده اللي هو المتواضع البسيط من علبة بلاستيك. أيا كان بقى علبة أي علبة بلاستيك موجودة عندك هتعرف تعمل لها الحامل بتاعك. طيب الفكرة الرئيسية لو أنت عايز تعمل حامل ان يكون زي ما انت شفت في بداية الفيديو، لازم ان تكون الكاميرا ماشي موازية، الكاميرا لازم تكون موازية لرؤية عينك، علشان ما ينفعش تبقى انت مثلا شايف هنا والكاميرا كده، فانت مش هتظبط معك. طب اظبطها ازاي؟ انت بتظبطها بالدي، شايف البلاستيكية السفنجية دي، الاسفنجية دي ليها دورين مهمين جدا في اي حامل، في الحامل ده. يعني اول حاجة ان هي هتكون طرية على راسك، او انت مركب الحامل، الحامل ده بتحطه على راسك بيرتاح على راسك، تمام. تاني حاجة بتظبط الزاوية البعد اللي انا بحكي لك عليه ده، طبعا انت بيتظبط معاك بالتجريب. يعني احنا كنت حاطط في الاول دي تمام، وكانت الرؤيه زي ما بقول لك مش مظبوطه، كانت كده بالظبط، فكنت انا ببص كده والكاميرا كده تمام، ما كانتش مظبوطه بالظبط زي ما انت شفتها في بدايه الفيديو. طب ايه الفكره؟ تعال بقى اوريك الفكره من غير اطاله. اول حاجه انت بتجيب علبه بلاستيك، انا هنا على نفسي جايب علبه بواط فاتحها من الجنب، فبالتالي بعرف ادخل الكاميرا بالشكل ده تمام. اهو بص شاف الحشره دي كمان اهو كده، انا حتى لو سبته مش هيوجع، ولكن انا مزود له من اللي هو الشريط البلاستيك الشداد ده اسمه ايه؟ فالاستيك ده تمام، الاستيك ده انا عامل ان انا عامله اتنين بحيث ان هو لو يعني فلات ما يوجعش مني التليفون لو انا مثلا عملت ميول او اي حاجه براسي. طيب كده هو خلاص في العدل، بص اهي واقفه على ارض الواقع، فبالتالي هي مش بتتحرك. طب حلو كده هي زي الفل. عايز ابدا اظبط الزاويه، انا هنا جبت اللي هو الاطار البلاستيك ده بيتباع عند بتوع الاكسسوارات بتاعت الروموتال، هو كان عندي يعني، فالمهم لفيت بيه الاطار ده بحيث ان برده هنا يرتاح على راسي، لانك انت راسك اهي هتبقى كده بالظبط، بص هتبقى كده تمام. هو الصراحه دي طبعا مريحه، ودي برده مريحه بحيث ان ما يكونش راسك محمل على بلاستيك هتوجعك جدا، حتى لو فيديو ماشي مثلا 10 دقايق ولا ربع ساعه، لكن مع الحاجات البلاستيك دي انت مش هتحس اصلا بيها. تاني حاجه لازم يكون الوزن مظبوط، ودي مهمه جدا انك توصل لها. طيب تعال بقى نشغل الكاميرا واوريك ازاي انت بقى بتبدا تشتغل بيها. اول حاجه احنا هنفتح هيدروليك التليفون اهو، وبعد كده تجيب الكاميرا بتاعتك ماشي، مش شرط ان هي تبات جوه هنا، انا هنا التلاته دول حاططهم علشان لا قدر الله مثلا التليفون ما يطلعش من هنا، برضه ده ما حصلتش، ولكن انا عن نفسي يعني مأمن التليفون شويه. طيب اهو بالشكل ده ادي الكاميرا شغاله خلاص. طيب انا الزرار ده عامله ليه؟ الفتحه اللي من هنا دي عاملها بحيث ان انا مش كل فيديو هدخله على المونتاج، فبالتالي انا محتاج ان يكون البدايه والنهايه مظبوطين تمام، عشان مش هدخل مونتاج، فبالتالي محتاج ان انا اللي اشغله، فانا بركب ده خلاص على راسي بالشكل ده، وبدخل صباعي بشغله من هنا. بص اهو شايف الزرار ده، بشغل الزرار، طبعا بشغل الكاميرا الاول بعد كده بشغل تشغيل، وكده بيكون بدا يشتغل زي ما انت شفت في بدايه الفيديو بالظبط. خلاص طيب دول ايه بقى؟ دول اهم اتنين اعملهم بيستك عادي خالص ماشي، دول اللي هم بيرتاحوا على راسك اهو تمام. طبعا اي زياده معاك المقص، معاك المقص الكبير الصغير حلو تبدا تشيله، طبعا يا جماعه المقص ده مش بارك الله فيك يعني صراحه، شيله خلاص نفس الكلام، اي زياده معاك شيلها مش محتاجينها تمام، بس هيكون بالشكل ده. شايف ده بقى؟ انت بقى على حسب مقاس راسك. انا عامل هنا اتنين برضو علشان ايه ما يوجعش ويكون متامن، ما تشدوش جامد لان ملهاش لازمه الشده، لان هو كده هيرتاح على راسك. بص دي اول ما انت هتطبقها على راسك بالشكل ده خلاص مش هتتحرك تاني معاك بالشكل ده، ولكن مهم ان هي تكون زي ما بقول لك الرؤيه مظبوطه مع ميل المعده الجميله الصغنونه دي. ليه؟ لان هي ساعتها هتديك اداء زي ما انت شفت في اول الفيديو، تبقى انت باصص في حته وهي جايباها برضه،
نفس البعد. تمام، انا هنا الكاميرا اهي دي اللي بتصور، مش شرط تكون من جوه عادي، انا ما عنديش اي مشاكل انها تكون حتى من بره. اهم حاجه الجهاز اللي انت هتشتغل بيه، اللي انت هتعمل بيه يكون مظبوط، يكون ابص حتى يعني تبقى انت شايف الاطار ده، والاطار ده اهو معمول موازي للاطار للاطار بتاع البلاستيك، فبالتالي هو يوازن نفسه. دي نقطه مهمه، لانك انت بعد كده لو انت معمول في اي حاجه غلط هتلاقي رفه مش حلوه. تمام، ده كانت الفكره بتاعت الفيديو. تعالى اشيله لك تاني اهو، اشيل لك ده. يبقى هو متكون من علبه البلاستيك دي، ثلاث حوامل دول ممكن تستغنى عنهم. ده الاطار اللي متفرغ، بعد كده انت عندك هنا الجزء اللي من جوه ده اللي بتشيل فيه التليفون. طبعا على حسب برضو حجم تليفونك، وعلى حسب نوع تليفونك، وعلى حسب مكان الكاميرا، طبعا انت بتبدا تهيئ وتظبط الجزء ده. بس انا بقول لك على الفكره الاساسيه اللي ممكن تعمل بيها الحامل ده، وبصراحه يعني ببلاش. تمام، انت عندك الاسفنج دي الصراحه لازم تكون نظيفه، كثافتها حلوه علشان ما تقعدش بقى تقعد تغير فيها كذا مره. تمام، دي الاسفنجه الاولانيه وما ظبطتش، عشان تبقى انت فاهم ما شلتهاش وزودت عليها، بحيث ان انا جبت اكبر، جبت الميل اللي انا محتاجه. ودي اكتر حاجه بتكررها لك في الفيديو. لو انت بعد كده عايز تشغله من ايد بايدك اوتوماتيك، هتعمل فتحه هنا بحيث انك انت بعد ما تركب على راسك تشد كده شويه لقدام. انا وخلاص متركب اهو على راسك كده، بتشد شويه لقدام وبتبدا تشغل الكاميرا وبتريح، وخلاص يعني بتبقي ثواني مش حدش هيلاحظها. بتريح بعد كده الستاند ده على راسك وبتبدا تكمل، وبرده لما تيجي تخلص بتبدا تمسك كده وتشد وتوقف، وانتهى الموضوع. ده الفيديو بتاعنا، فيديو سريع، ولكن صراحه طلب مني فحبيت ان اعمل له الفيديو واوري له الفكره البسيطه الجميله اللذيذه دي. ساعتها هتساعدك انك تتصور بقى بيها اي حاجه، وخاصه لو انت عملت حاجه انضف من كده واحسن من كده، ممكن تمشي بعد كده بيه في الشارع وتجيب تعمل بيه حاجات كويسه. لو انت عندك اي سؤال سيبه لنا في الكومنتات، والسلام.